سيد عمر، التشريع الذي تم إقراره يمثل حجر الزاوية في أجندة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك كما قال ضيوفي منذ قليل، وربما هنا أسألك، هل تتفق مع ما تقوله دكتورة عزة عن أسباب سوناك على وضع هذا الملف، ملف الهجرة غير الشرعية، على أجندة أولوياته منذ وصوله إلى رئاسة الوزراء؟ تحياتي لك والسادة المشاهدين وكذلك الضيوف الأعزاء. طبعا اتفق تماما مع الدكتوره عزه في تحليلها لهذا الموقف، موقف سوناك، خاصه وانه اتخذ في قراره عندما اصبح رئيس وزراء بريطانيا من الاولويات او عرف الاولويات التي نلتزم بها هي القضاء على مشكله الهجره غير الشرعيه القادمه من فرنسا بالقوارب المتصله. المشكله يا سيدتي لك وللمشاهدين الاعزاء ليست فقط في القوارب القادمة من فرنسا، ولكنها أصلا مشكلة بنيت داخل وزارة الداخلية البريطانية. عندما لا يستطيع من يريد أن يهرب من اضطهاد أو من دولة ما في لم نقول في أفريقيا أو في آسيا، إذا كانت العراق أو أفغانستان، لا يستطيع أي أحد من هؤلاء المضطهدين أن يطلب اللجوء من بالطرق الشرعية. ليس هناك سبل يعني غير سبل قانونية يستطيع هؤلاء الذين يريدون اللجوء السياسي إلى بريطانيا استخدامه. المشكلة من صناعة حزب المحافظين. حزب المحافظين الآن في حملة انتخابية ويستخدم الهجرة سواء كانت هذه هجرة شرعية أو غير شرعية لاكتساب ارضاء او لارضاء كما اشارت الاستاذ الدكتور عزة لارضاء الثقور داخل حزب المحافظين، وهو اليمين المتطرف جدا الان الذي يتحكم في مفاصل الحكم في بريطانيا وفي مفاصل حزب المحافظين كذلك. هناك مما لا شك فيه، المشكله لن تكون تحل بهذه الطريقه، لابد ان يكون هناك سبل اخرى لمن يريدون اللجوء السياسي أو الهروب من الاضطهاد أو ما هي هذه السبل سيد عمر؟ هذه السبل هي الطرق السلمية التي تفتحها دول متقدمة متحضرة تلتزم بالقانون الدولي بالسماح باللجوء السياسي من داخل سفاراتها في 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 في, في دول أخرى. الهروب ليس فقط من، لو أخذنا على سبيل المثال القوارب التي تصل إلى 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 شواطئ بريطانيا، اغلبهم جايين من افغانستان ومن مناطق ساخنه، مناطق تاثرت بالسياسات البريطانيه المختلفه على عبر العصور، لهم اواصر في صله ببريطانيا، سواء كانت اواصر صله عائليه او تاريخيه او ايا كانت. حق اللجوء تكفله قوانين دوليه. خروج بريطانيا تعتبر، انا في نظري خرجت بريطانيا عن هذه الاتفاقيه التي برمت في 1951، وخروجها يمثل فشل لبريطانيا. انه يوم حزين فعلا يوما اقر برلمان البريطاني هذا القانون. المشكله ولكن سيد عمر، يعني ليس كل الفارين وليس كل طالبي اللجوء لديهم القدره على اتباع الطرق السلميه او الطرق الامنه والطرق القانونيه للوصول للمملكه المتحده. ليس هناك سبيل آخر. ليس هناك سبيل غير قانوني يسمح للاجئ السياسي أن يتقدم بأوراقه لسفارة بريطانية داخل الاتحاد الأوروبي الآن مثلا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ليس هناك سبل. هذا السؤال كذا مرة كير ستارما لوزيرة الداخلية ورئيس الوزراء ولم يستطيع الرد عليه. ليس هناك سبل قانونية يستطيع اللاجئ السياسي استخدامها للقدوم إلى بريطانيا، مما يفتح الطرق لتجار الموت الذين يقولون لو تجار موت. هناك تجارة إجرام، هناك مجرمين يستخدمون هذه الفجوة لاستغلال المهاجرين، سواء كانت هذه الهجرة اقتصادية أو غير اقتصادية أو سياسية، بيستغلوا هذه بهذه حاجة هؤلاء في طبعا الإثراء
ومحاولة توصيلهم أو إيصالهم إلى بريطانيا. وبالتأكيد غلق الأبواب في وجوههم كما تفعل مثلا أو ستفعل المملكة المتحدة ليس هو الحل. ليس هو الحل. أما مشكلة ترحيلهم إلى رواندا فلقد حسمت الحكومة في المحاكم البريطانية، وطبعا الحكومة الآن في طريقها إلى محكمة النقض أو محكمة دستورية لمحاولة إعادة القانون مرة أخرى. رفض هذا القانون من المحكمة الدستورية في بريطانيا خلال الأسبوعين الماضيين على ما أعتقد، على ما الذاكرة لا 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 تشاهدني هنا. رفض هذا القانون. يعني لا يمكن تقديم الحكومة البريطانية الآن لترحيل أي أحد إلى رواندا، لأنه اعتبرت المحكمة العليا اعتبرت أن رواندا دولة غير آمنة لهؤلاء المهاجرين.